مع مسابقة سي بي سي سفرة دلوقتي هتقدري تفوزي معانا بجنيه ذهب كل يوم. ما هي الحبوب التي أحضرها كريستوفر كولومبوس بعد اكتشاف العالم الجديد؟ 1. القمح. 2. الذرة. 3. الكينوا. للإجابة عن المسابقة للموبايل 1744، للخط الأرضي 0900-9744. مع مسابقة سي بي سي سفرة هتقدري تفوزي معانا بجنيه ذهب كل يوم.